بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأحبابه أجمعين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، برنامجكم برنامج مفاتيح بحلة جديدة. هكذا من الطبيعة حتى نبدأ هذه السنة الهجرية الجديدة بكل ما هو جديد، بطاقة جديدة وأمل جديد في أن نستفيد ونفيد في كل برامجنا خلال قناة القرآن الكريم. إذن مشاهدينا الكرام، موضوعنا اليوم هو ذو علاقة وطيدة بالبدايات الجديدة مع حلول العام الهجري الجديد. نتمنى لكل مشاهدينا وكل المسلمين في كل بقاع العالم عاما هجريا جديدا محفوفا بكل النجاحات، محفوفا بكل الانتصارات للأمة الإسلامية جمعاء بحول الله. عام هجري جديد، وقفة محاسبة مع النفس هو موضوعنا لليوم. ومن خلال الهجرة النبوية الشريفة، من خلال خطوات النبي عليه الصلاة والسلام، مشاهدينا نتعلم ونتدبر في كل ما تركه لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، دروس الهجرة النبوية وكيفية إسقاطها على حياتنا وواقعنا، وكيف أن المرء يحتاج في حياته من فترة إلى أخرى إلى هجرة، هجرة تغيير وهجرة تحسين ووقفة للمحاسبة مع النفس في كل فترة وأخرى. لإثراء هذا الموضوع مشاهدينا، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريمين العزيزين. على يميني الأستاذ الإمام محمد زغداني، السلام عليكم أستاذنا وحج مبرور ذم مغفور، ونورتنا في البلاطو اليوم. شكرا، بارك الله فيك أختي إيمان، تحية طيبة لك للمشاهدين الأكارم، للشيخ يحيى، لطاقم قناة القرآن الكريم، للأمة الإسلامية جمعاء في هذه المناسبة الطيبة حينما نتحدث عن هذا الشهر الكريم، شهر الله المحرم، وهذه السنة الجديدة. نسأل الله تعالى أن تكون سنتنا هذه خيرا من التي مضت، وأن تكون قبل الأيام إن شاء الله كلها خير وبركة وأمن وأمان وسلم وسلام، وأن تعود علينا هذه المناسبات كلها ونحن في صحة وعافية وصحة إيمان وأبدان، وأن نكون فيها من الطائعين إلى الله سبحانه وتعالى، أن تقربنا الله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر. بارك الله فيك أستاذنا، ونرحب أيضا بالأستاذ الإمام يحيى صاري، السلام عليكم أستاذنا وشرفنا في البلاطو اليوم. وعليكم السلام ورحمة الله، أنا سعيد جدا أيضا بحضوري في هذا البرنامج وبخصوص مع رفقة الأستاذ محمد زغداني، ونهنئ كل الأمة الإسلامية بالعام الجديد. بارك الله فيك أستاذنا. أستاذ محمد زغداني، في كل خطوة من خطوات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لنا درس، لنا عبرة يمكن أن نتوقف عندها ونتمعن في معانيها. الهجرة النبوية الشريفة كذلك، هجرته صلى الله عليه وسلم محطة مهمة لابد أن نتوقف عندها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن له وبعد. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لعلها الحدث الأبرز في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في حياة الأمة ككل. ولذلك نجد الصحابة رضوان الله عليهم على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما أرادوا أن يختاروا تاريخا يبدأون التأريخ به، لأن أمة الإسلام متميزة في كل شيء، هي متميزة في نبيها، في كتاب ربها، في قبلتها، في حتى في لغتها، لغة القرآن الكريم وهي اللغة العربية، فلا بد أن تتميز أيضا في التأريخ. فحينما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم وتشاوروا في عهد خلافة عمر كما ذكرت، كل أشار برأيه، منهم من رأى أن ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام حدث عظيم يمكن أن يؤرخ به على غرار ما أرخت النصارى بميلاد عيسى عليه السلام. ومنهم من رأى أن نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام هو فارق بين ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. ومنهم من رأى أن بدرا، وهي غزوة الفرقان كما سماها الله سبحانه وتعالى، فرقت بين الحق والباطل. ولكن استقر رأي كبار الصحابة، ومنهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا علي، وسيدنا عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، أن تكون بداية التأريخ بالنسبة للمسلمين هي هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي المرحلة الفاصلة بين عهد كان فيه المسلمون مستضعفون وكانوا فيه مضطهدين، وكانت ربما دولة الإسلام في بداية النشأة، وبين المرحلة التي صار للإسلام فيها دولة وصار الإسلام والمسلمون قوة،
وتأسست لهم ذلك الكيان الذي انطلقوا منه لبلاد الأرض شرقا وغربا، ينشرون دين الله عز وجل ويخرجون الناس بإذن ربهم من الظلمات إلى النور. فكانت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هي الحدث الأبرز. ربما حينما نتحدث عن أحداث السيرة وأحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أولا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعطر أنفاسنا وأفواهنا بالحديث عن سيرته، وهذا شرف لنا أن نستذكر أحاديث ونستذكر هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأحداث سيرته عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولكن هذه الحادثة لابد أن تكون فيها وقفة للعبرة، نعتبر من هذه الوقفات. ربما أولى الوقفات أنه أولا الهجرة لم تكن باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما جاء في كتاب الله سبحانه عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان لها تدبير، هي ليست وليدة لحظة، إنما كان لها تدبير منذ بيعة العقبة الأولى، حينما جاء الأنصار من المدينة إلى مكة المكرمة حجاجا وقد سمعوا بخبر النبي عليه الصلاة والسلام واختل به بعضهم، فكانوا نفرا لا يزيدون عن أصابع اليد الواحدة، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، وأرسل معهم سيدنا مسعد بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعلمهم أمور دينهم، فجاءوا من السنة المقبلة وقد تجاوزوا 60، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية رجالا ونساء على أن يحتضنوا هذا الدين وأن يكونوا السند للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت بعد ذلك إذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوان الله عليهم بالهجرة واحدا فرادى وجماعات، منهم من هاجر متخفيا، ومنهم من هاجر علنا، منهم من طاف بالبيت سبعا وامتشق سيفه وقال من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي، وهكذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر هجرة المتخفي حتى يعلمنا اتخاذ الأسباب. ربما هذا هو أول درس قد نتعلمه، أنه حينما تضيق الدنيا بالإنسان في مكان ما، فقد قال الله عز وجل لطائفة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. الأرض التي تكون بورا لا تنتج ويجد صاحبها أنها لا تعطيه ثمرا، فلا يتعب نفسه ويبذل ربما طاقته وجهده وماله في يعني محاولات بعد محاولات يغير الأرض، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب رزق. من ضاق به مكان فأرض الله واسعة، من ضاق به مكان في إقامة دينه أمور دينه فأرض الله واسعة. فهذا من باب اتخاذ الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذه السماوات والأرض هذا الكون ككل جعل فيه أسبابا ونواميس، من اتبع النواميس ومن اتبع الأسباب فإنه يصل إلى النتائج بإذن الله عز وجل. وهذه حقيقة التوكل كما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام: تغدو خماصا وتروح بطانا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. معناها أنت أيها المؤمن، أنت تؤمن أن الله عز وجل خالق كل شيء وهو المدبر وهو الموفق سبحانه وتعالى، ولكنه طلب منك أن تبذل أسبابا. فإذا أردت أن تحصل نتائج فعليك أن تبذل شيئا من الأسباب وتستعين بالله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته. وهذا أول ربما درس نتعلمه من خلال هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. بارك الله فيك أستاذنا، بارك الله فيك على هذه التوطئة أو هذه المقدمة. إذن شيخنا يحيى ساري، الهجرة لها دلالات كبرى، لها أسباب، فيها نتائج، ونحن كأمة إسلامية نحضر نتائجها اليوم حيث كبرت الأمة وأصبح المسلمون بالملايين. لكن الصحابة آنذاك، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، لم يقرأوا الغيب، لم يكونوا يعرفوا أن هذه الأمة ستكبر، لكنهم كانوا على يقين أنهم على حق، أنهم متصلون بربهم الكريم عبر رسولهم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا اليقين وهذا التأكد من النتيجة والتوكل على الله عز وجل، كيف أتاهم وهم جماعة يعني كانوا مستضعفين في مكة، كانوا ربما من العبدة، كانوا ثم حررهم الإسلام، كانوا مختلفين نساء ورجالا من فقراء وأغنياء، من أين أتت لهم هذه القوة أستاذ؟ نعم، اليقين كان يرسخ في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. أولا كان يرسخ في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام
كان يرسخ هذا اليقين في قلوب الصحابة منذ الإسلام العتيق الأول، يوم كان التضييق في أشده، وكان عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه الآيات التي تخبره عما سبق من أحوال الأنبياء والمرسلين وما جرى لهم من أنواع البلاء والشدة والصبر. قصة نوح عليه السلام الذي بقي قرابة 1000 سنة يدعو قومه ثم دعا على قومه وندم نوح عليه السلام. قصة موسى عليه السلام، بني إسرائيل، والأحوال من الأنبياء الذين كانت تتنزل هذه الآيات في العهد المكي بالخصوص، القصص والأخبار، حتى أن الله عز وجل قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يعني هؤلاء اقتدي بهداهم وبصبرهم وبيقينهم في نصر الله عز وجل. فهذا اليقين كان القرآن هو الذي يرسخه، تحضير نفسي. نعم، ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما اشتكى له بعض الصحابة مما يصيبه من أنواع البلاء والشدة، فقال لهم: لقد كان من قبلكم يوضع المنشار على رأس مفرق أحدهم فيقسم قسمين ويمشط بأمشاط من حديد لا يرده ذلك عن الدين، ولكنكم تستعجلون، وسيأتي زمان يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، يعني إلى الشام، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وتحقق هذا فعلا، فكان هذا اليقين يرسخ في قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالقرآن الكريم وبتباشير النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو في مكة، وهو في الغار، ذلك الغار الذي كان أبو بكر يرجوف خوفا من على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يرى أقدام المشركين، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بالك باثنين، الله ترثهما، لا تحزن، إن الله معنا. كل هذا وغيره من تلك الكلمات وتلك المواقف التي كانت ترسخ اليقين في قلب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم أدركوا وأيقنوا بأن هذا الدين لم ينزل لكي يقضى عليه في مهده، ولم ينزل الله تعالى هذا الدين لكي يتوقف في المرحلة المكية، بل إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يوقن بأن محمد عليه الصلاة والسلام لن يقتل ولن يموت حتى يتم الله هذا الدين. فلما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، السورة، قال هذه السورة فيها نعي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيموت بعد أيام قليلة. لما؟ لأن الله أتم الدين ونصره وأكمله، فكان الصحابة يدركون هذه الحقيقة، ولهذا ثبتوا على الدين. وهنا نقول كما تفضلتي من ناحية الإسقاطات، فالذي احنا في العصر الحاضر احنا رانا نزيد نشوفوا هذا اليقين أكثر. علاش؟ رانا نعيش في العالم هذا، القرية كما يسمى، والتواصل مع العالم أصبح سهلا والأخبار سهلا، ونحن نلاحظ ونسمع كل يوم أخبار الذين يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، يدخلون في دين الله أفواجا، وأخبار انتشار الإسلام، انتشار مضطرد، يعني الإسلام في زيادة ليس في نقصان، وهذا يزيدنا يقينا. حتى الذي يريد أن يستفز مشاعر المسلمين يعني يتعدى على مقدساتهم من حرق القرآن أو تمزيقه ونحو ذلك، فهذا في الحقيقة ما يزيدون إلا إيمانا. نعم، هراو يزيد يعني للناس الآخرين باش يزيدوا يقبلون على هذا القرآن ويتعرفون عليه. نعم، ويزيد أنصار جدد للمسلمين من غير المسلمين، ويزيد يعني أصوات جديدة تدافع عن مقدستنا وعن ديننا، وهذا رانا نشوفه عبر العالم الرقمي. إذن احنا مسألة اليقين هي مسألة ضرورية ومسألة هامة، لأنها هي العقيدة التي تخلي المسلمين متمسكين بالدين تاعهم. والله تعالى بدأ أول سورة في القرآن من السور الكبيرة اللي هي سورة البقرة، قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات الكريمات. فبدأ بقضية اليقين، والله عز وجل تبارك وتعالى قد من على رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا اليقين، وليس فقط جميع الأنبياء، كل الأنبياء كانوا يحتاجون إلى هذا اليقين، ولولا اليقين ما كانوا دعاة إلى الله، ولا أصابهم الوهن في أول مرة وفي أول صدمة وفي أول. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا اليقين القوي أقوى من الجبال الراسيات، ونحن في حاجة إلى أن نقوي يقيننا في الله وفي هذا الدين بأنه الدين الحق. اليقين تاعنا أن الإسلام هو ينتصر، مزق القرآن ولا يتعدى على المقدسات المسلمين ولا يستفز المسلمين، كل هذا بالنسبة لنحن لا يزعزع يقيننا في هذا الدين العظيم أبدا، لا يزعزعه. بارك الله فيك أستاذنا، بارك الله فيك. يعني حقيقة كلام من القلب سيصل بحول الله إلى القلب قلوب المشاهدين. أستاذنا محمد زغداني، ربما الهجرة النبوية الشريفة هي أكبر رحلة وأكبر محطة فيها مشاق، مشاق السفر، الخوف، قلة العدد، كانوا حوالي يعني في عدة تفاسير وعدة كتب يقال أنه كانوا 75 إلى حوالي 400 أو يزيدون، لكن قلة العدد، السفر، المكان من مكة إلى المدينة لو نراه اليوم بالخارطة، لو نراه اليوم يعني الوسائل التكنولوجية متوفرة اليوم، لو نراه بالخارطة كيف هذا المكان، هو عبارة عن صخور ورمال، صحيح، لا يوجد طريق سيار أو طريق معبد حتى يمشي عليه الإنسان أو ما إلى ذلك. درجة الحرارة، الخوف من الركاب من كانوا ينتظرونهم، أهل قريش، الكفار، كل هذه العناصر، كل هذه المخاوف، كل هذه المخاطر تحداها هؤلاء رضوان الله عليهم وعلى رسولنا الكريم الصلاة والسلام. كل هذا التحدي هو أكبر تضحية يمكن أن يقدمها المرء للإسلام أستاذ. نعم، حينما يكبر الهدف تهون دونه كل التضحيات. الهدف الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه هو الحفاظ على هذا الدين، فهذا الهدف الكبير تطلب منهم تضحيات صغرت دون هذا الهدف. فحينما نتحدث عن المسافة الطويلة هي ما يزيد عن 400 كيلومتر في الحج ولا في العمرة، حينما نكون بين تلك الجبال، تلك الصحارى وتلك التضاريس الصعبة وحرارة الجو، سواء في الحافلة ولا في السيارة أو في القطار السريع في هذه السنوات الأخيرة، يعني نوحد الله سبحانه وتعالى أنه كيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه رضوان الله عليه أبو بكر الصديق ودليلهما أريقة، ولم تكن طريقا مباشرة بل كان طريق غير مباشرة، ولم يسلك الطريق المعتادة حتى لا تلحقه قريش، بل قريش كلها قد جندت جندها وأشاعت في الناس أن من جاء به حيا أو ميتا هو وصاحبه فله 100 ناقة. والنبي عليه الصلاة والسلام بذلك اليقين يقطع تلك الفيافي وتلك الصحراء القاحلة وبقلة الزاد وقلة الراحلة، فهذا كله يقينا في الله سبحانه وتعالى حتى يعلمنا نحن أيضا مسألة اسمها التضحية. احنا لم يطلب منا الله سبحانه وتعالى أن نهاجر على أقدامنا وأن نبذل أموالنا كلها ولا أن نترك ديارنا وأهالينا، بل طلب منا دون ذلك أولا أن نجاهد أنفسنا التي هي بين جوانحنا حتى نقيم الدين الحق في أنفسنا أولا، أنه نصلي صلواتنا في وقتها، أنه نصوم رمضان حق الصيام وليس مجرد إمساك، أننا نقدم زكاة مالنا طيبة بها أنفسنا، إحنا فرحانين باللي نعبد ربي سبحانه بهذه العبادة من خلال هذه، نعم، من خلال الزكاة. أن إذا وجدنا فقيرا أو محتاجا أن نعينه، وكلنا فرح أن الله عز وجل سخر لنا وساق لنا هذا الخير من أجل أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
فلم يطلب منا الله سبحانه وتعالى مثل ما تضحية النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضوان الله عليهم، بل أقل من ذلك بكثير جدا. ونتدبر. نعم، فهذا فيه عبرة لنا وفيه درس آخر لنا، بأننا حينما نريد أن نكون في مستوى الصحابة رضوان الله عليهم فعلينا أن نقدم شيئا من التضحية. صحيح أنه فيه تضحية وفيه بذل وفيه عطاء، ولكن دائما أنفسنا تغلبنا وشهواتنا تغلبنا، ودائما نجد أنفسنا مقصرين في حق الله عز وجل، مقصرين في حق أبنائنا، مقصرين في حق جيراننا، مقصرين في حق أهالينا، مقصرين في حق أقرب الناس إلينا. فالإنسان في مثل هذه المواقف وتضحية الصحابة رضوان الله عليهم وتضحية النبي عليه الصلاة والسلام يراجع نفسه، ما الذي قدمته أنا للإسلام تضحية؟ هل يعني ما هو البذل الذي أعطيه؟ هل أعطي شيئا من جهدي من أجل نصرة هذا الدين؟ والآن سبل نصرة الدين متيسرة، ربما ذكر فضيلة الشيخ العالم الرقمي الآن سواء الفضاء الأزرق أو الفضاءات الأخرى الكثيرة والمتعددة، من السهولة بمكان أن الإنسان يقول كلمة طيبة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. الآن نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أستطيع القول أكثر من 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 حياتنا العادية، لو كان الإنسان يحسب يلقى ربما الوقت الذي يقضيه أكثر من ما يقضيه مع عائلته ولا غيرها. فما مدى تأثيرنا نحن في وسائل التواصل الاجتماعي من أجل أن ندل الناس على الخير، أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، أن نذكرهم نعم نصرة لهذا الدين، وقد نصره الله سبحانه وتعالى ونصره نبيه عليه الصلاة والسلام، بل قال لنا ربما هذه الآية التي نزلت في حق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، وهو ربما يوجه الخطاب لأولئك الذين توانوا في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا الخطاب ما هوش خاص بأولئك الذين توانوا عن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه فقط، بل هو عام لكل المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. إلا تنصروه أيها المسلمون، إلا تنصروا نبيكم وإلا تنصروا دينكم فقد نصره الله. معناها الله عز وجل غني عنا، غني عن بذلنا، غني عن عطائنا، غني عن طاعاتنا، غني عن تضحياتنا، وإنما نحن حينما نبذل فإنما ندخر لأنفسنا. كما قلت العطاءات يسيرة وسبولها ميسرة وهي في متناول كل إنسان. ذكرنا الفضاء الأزرق ولا غيرها من الفضاءات، نذكر الكلمة الطيبة التي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي صدقة للجاري، للصاحب بالجنب، للقريب، لأبنائنا في الشارع، لكل من نسمعهم أو نعايشهم. وليست الكلمة الطيبة بمعنى أن تقف فيهم خطيبا مفوها قال أنا مانيش إمام، لا، الكلمة الطيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما نقرأها وحينما نتعلمها، إنما نتعلمها من أجل أن نعمل بها. ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا كما قال أو كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل سلامة أو كل سلامي عليه صدقة. سلاميات هي يعني الأصابع أو مفارق الأصبع، والمقصود بها المفاصل في جسم الإنسان. إنك من خلال كل حركة، لأن المفاصل هي سبب الحركة، ما كانش مفاصل ما كانش حركة، كل حركة في حياتك يمكن أن تكسب بها أجرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصلح بين اثنين صدقة، تعين الرجل على دبته فتحمله عليها وتحمل له عليها متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيء ولا أن تلقى وجه أخاك بوجه طلق. أنا كل هذه الحياة كلها ونحن نتحرك في هذه الحياة لابد أن ندرك أن سبل الخير ميسرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ضحى فليعلمنا نحن التضحية، الصحابة رضوان الله عليهم حينما تعبوا ليصلنا هذا الدين وليعلمنا أيضا نحن أن نبذل مثل ما بذلوا، بل أقل بكثير، لأن كانت الأسباب غير ميسرة في زمانهم كما قلت السفر على الأقدام وعلى الراحلة والدابة وغيرها. الآن سبل بذل العطاء وبذل الخير وإرشاد الناس إلى الخير ميسرة جدا، فلا نتوانى ولا نتردد، ولا يكونن الشيطان حائل بيننا وبين الخير الذي نستطيع أن نقدمه بكبسة زر، يعني بخطوات بسيطة نقدم الخير، فلن نتوانى ولا نتأخر. ونعلم علم يقين أن هذا الزمان، ونحن نتحدث عن الزمان، هو وعاء لأعمالنا، وعاء العمل، إما أن يحمل عملا صالحا نفخر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتسبه أجرا عند الله عز وجل،
أو هو والعياذ بالله يحمل عمل سيء يعني يخزينا بين يدي ربنا، ونسأل الله تعالى العافية والمعافاة ونستحي به أمام الناس. إحنا إذا كان الله عز وجل سترنا في هذه الحياة الدنيا فيا ما عملنا من سيئات، ولكن الله تعالى يسترها علينا. تصوروا يوم القيامة حينما تكشف الكتب وتبلى السرائر كما قال الحق سبحانه وتعالى، وتتطاير الصحف ويرى الناس ما في صحيفتك من سيئات والعياذ بالله. أنا هذا الإنسان قبل أن يرقب أعين الناس عليه أن يرقب عين الله سبحانه وتعالى، فهو الرقيب ويعلم أن تضحية النبي عليه الصلاة والسلام، نعود مرة أخرى عودا على بدء، هي دلالة على وجوب تضحيتنا نحن، ولكن بأقل بكثير مما بذل النبي عليه الصلاة والسلام. بوركت شيخنا، بارك الله فيك، أحسنت أحسن الله إليك. شيخنا يحيى ساري، من بين التضحيات أيضا هو الترك، وفي كل هجرة حتى ونحن الآن نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نسقطها على حياتنا وعلى واقعنا بهجرة المعاصي، بهجرة المحرمات، بهجرة الأماكن التي يمكن أن توجد فيها المحرمات، هجرة الأشخاص أيضا. كل هذه الأنواع لهجرة تحتاج إلى ترك. الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ماله، ترك أهله، ترك المكان الذي ولد فيه والذي هو أحب بقاع الله على قلبه، ولكنه ترك كل هذا ليلقى الله، لإرضاء الله، لإعلاء كلمة الله، ولتوحيد الله، ولنشر الرسالة. كل هذه الأهداف الكبرى، كيف يمكن أن نسقط هذه الأهداف على حياتنا، نجعل لنفسنا ربما أفقا أوسع في الحياة، ونترك بقوة أيضا أستاذ؟ نعم، الهجرة هي هجرتان، الهجرة التي هي من مكة إلى المدينة، نعم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، وأهلها الذين هاجروا ذهبوا بتلك الأجور وذلك الشأن والقدر والمكانة عند الله تبارك وتعالى، وسجلوا مواقفهم في التاريخ رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، وبقيت الهجرة في كل مراحلها هي مواقف تكتب بماء الذهب. وشارك في هذه الهجرة العملية من مكة إلى المدينة، شارك فيها كل طبقات وأصناف المجتمع المسلم، ابتداء من الطفل إلى المرأة إلى الشيخ إلى الكبير إلى الصغير إلى العائلات. ووقعت تضحيات، يعني تضحيات بعدها تدمي القلوب. هذه الهجرة لما أغلق بابها وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، ترك لنا هجرة أخرى، وهي هجرة لكل مسلم. ولا شك أن الهجرة الثانية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، لا شك أن هذه الهجرة هي في حق جميع المسلمين. وثانيا كذلك أن هذا المهاجر الذي وهاجر ما نهى الله عنه سيأخذ من الأجور والفضل والأجر والحسنات ما يمكن أن يكون مثل ذلك المهاجر الذي هاجر من مكة إلى المدينة. الله يا رب. وذلك علاش؟ لأن هجرة المعاصي، هجرة المعاصي أيضا تحتاج إلى التضحية، كما كان الأستاذ الفاضل يتكلم، تحتاج إلى الصبر، تحتاج إلى يقين. فهي تلك الأخلاق وتلك المعاني الإيمانية التي استصحبها الصحابة رضي الله عنهم في هجرتهم، يستصحبها المسلم في حياته حتى يلقى الله تعالى وهو في صراع مع الشيطان. لهذا يقال إذا كانت الهجرة، الصحابة هاجروا من أجل نصر الإسلام، الصحابة ما هاجروا من أجل دراهم ولا هاجروا من أجل بشية تحسين المستوى المعيشي، بل تركوا أموالهم، نعم، كلها ودورهم أموالهم. وبعضهم ترك عائلته وبعضهم ترك أبنائه، نعم. إذن الهجرة كانت شنو غارض منها؟ هو نصرة الإسلام. والمسلم اليوم مطالب أن ينصر الإسلام بأمرين اثنين. الأمر الأول هو الالتزام بأحكام الدين، والأمر الثاني هو هجر معاصي الله عز وجل، هجر معصية الله تبارك وتعالى. لهذا أجدني أقول أن
إذا كان هذه الهجرة هي الهدف منها نصر الإسلام، نقول لأبنائنا وشبابنا وعائلاتنا اللي هم الآن في أوروبا، في أمريكا، في الدول الغربية، لرغم لازم يمثلهما أيضا هذا المثال تاع الإسلام، يمثلوا سفراء الإسلام. سفراء الإسلام لهذا وجب عليهم أن يهجروا، يهجروا المعاصي، يهجروا ما يشين الإسلام، ما يفسده، ما يعني يشوهه، لأنه سفراء الإسلام. نعم. يمثلون واحد يروح لأوروبا، شاب جزائري يروح لأوروبا يولي يسرق، يولي يقتل، يولي يفسد، يولي يعطي صورة مشوهة للإسلام، أو يتلون حتى بألوان الغرب، حتى ولو هو يقول لك أنا هاجرت، هجرت باش نخدم باش، لكن يبقى هو عنصر نتاع السفير للإسلام، تبقى هويته. نعم. إسلامية. وكل مسلم مطالب بهذا، وبالخصوص اللي يعيشوا الآن يحتكون مع الكفار، يحتكون مع الغربيين، مازمش يعطي صورة مشوهة عن الإسلام، لازم يعطي صورة نقية صافية عن الإسلام. وذلك لأن الإسلام إنما انتشر في الشرق وفي الغرب انتشر بالأخلاق، انتشر بالمعاملة. ونحن كنا زمان نقرأ كتاب اسمه للأستاذ حسين مؤنس اسمه الإسلام الفاتح، يتكلم على كل البلدان اللي فتحها الإسلام بأخلاق أهله، بأخلاق المسلمين، وهي كثيرة جدا. وكان قارنوا الإسلام دخل في معارك وغزوات مع البلدان اللي تخليها الإسلام بأخلاق الناس وبالسلم، ولم تسيل قطرة دم نصيبه هي الأغلبية، لأن هذا هو المقصود تاع الإسلام. لهذا الهجرة كنت تكلموا على الهجرة اللي هي هجرة المعاصي، هجرة ما يشين الإسلام، هجرة ما يغضب الله سبحانه وتعالى. هذه رحنا كلنا مهاجرين، احنا رانا كامل مهاجرين، الحمد لله، رانا داء كلنا مهاجرين في ليلنا ونهارنا وفي حركاتنا وسكوننا، لأننا نهجر ما نهى الله عنه. بمجرد ما نترك المعصية فقد دخلنا في وصف المهاجر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها، لا لست ولا أقولها، قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فبمجرد أن يترك فهو قد صار من أهل الهجرة. وهذا كثير في الإسلام، هذا من عظمة هذا الدين. أن الحج مثلا الذي ما يقدرش يحج، فإن الإسلام أعطى له أعمال أخرى يقوم بها وله أجر الحج ولا يجزئه، ولكن أعطى له أجر الحج. وهكذا كثير في الإسلام مما، فكيف بهجرة ما نهى الله عنه، هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذه تجب على كل مسلم. فأقول في خلاصة لهذه الكلمة أن المسلم بمجرد ما يترك ما نهى الله عنه ويهجر ما نهى الله عنه فهو مهاجر في سبيل الله. بوركت، بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. أستاذ محمد زغداني، خلال دراسة الهجرة النبوية الشريفة نلاحظ أنه حتى العائلات، عائلات كاملة هاجرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولأن الهجرة تغيير، لابد أن نتغير نفسيا داخليا، ولا نترك هذا التغيير داخليا فقط، لابد أن نؤثر، لابد أن نشارك عائلاتنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان ابنه عبد الله ناقل الأخبار، كانت أسماء تهتم بالتموين بالزاد، وكان عمرو بن زهيرة المولى هو مولى لديه، كان يهتم بإخفاء الآثار خلال هذه الرحلة. هذا الإشراك، إشراك العائلة، كيف يمكن أن نسقطه على حياتنا اليومية أستاذ، من خلال إشراك عائلاتنا أيضا في الهجرة وفي التغيير والتحسين في الذات؟ نعم، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سخر نفسه وأهله وكل ما يملك لخدمة هذا الدين. نعم. خدمة النبي عليه الصلاة والسلام معناها خدمة هذا الدين. ربما من الطرائف، وقد ذكرتها في حصة سابقة، في هجرة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، أن والده قبل أن يسلم أبو قحافة جاء لما سمع بالخبر وتناهى إليه أن ابنه قد هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى أهله، إلى أسماء، وطرق الباب، قال، وقد كان أعمى يعني بصير لا يرى،
قال لعل والدكم لعله فجعكم في ماله كما فجعكم في نفسه. معناها ولدي ونعرفه معناها الداد راهمه كما راه راح وخلاكم نفس الشيء راه الدال المال. فاسماء رضي الله عنها وارضاها وقد كانت امرأة فطنة وذكية جاءت بسرة وفيها شيء من الحجارة ووضعتها تحت يده قالت لا لقد ترك لنا كل هذا كأنه كل ذلك هو ذهب. فقال إن ترك لكم كل هذا فليذهب أين شاء. شوفوا هذا العمل من أسماء رضي الله عنها وما ذكرته من ابنه عبد الله الذي كان ينقل الأخبار ومولاه الذي كان يمر بالغنم في الأمساء وقد قرب غار ثور حتى يعني تذهب الآثار التي آثار أسماء وهي تنقل الطعام وأيضا يحلبون شيئا من لبن تلك الأغنام للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وكل هذا التسخير وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي استأذن الهجرة فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلها صحبة وأراد أن يدفع ثمن الناقتين أو الراحلتين ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أبى عليه ذلك. كل هذا يدلنا على أنه قد يحسن بالإنسان أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى أن يسعى إلى الصف الأول في الصلاة أن يكون من أكثر المتصدقين أن يسعى في حوائج الناس وقضاء حوائجهم أن يفرج كروبات المكروبين وهموم المهمومين هذا كل شيء مطلوب. الأفضل منه ما هو أن يكون ذلك في إطار الأسرة أن لا يكون فردا عابدا لله عز وجل بل تكون أسرة عابدة لله سبحانه وتعالى. حينما نذكر أبو بكر الصديق وأسرة أبو بكر الصديق رضي الله عنها كلها نذكر أسرنا كل أي أيضا أنه أبنائنا وهم صغار نعلمهم كيف ونحن داخل بيوتنا نحرص على الصف الأول ولكن نحرص أيضا أن نأخذ أبناءنا معنا إلى المسجد نحرص على الصدقة ولكن نحرص أيضا على أن نأخذ أبناءنا ونعطيهم شيئا من مال ليضعوه في صندوق الزكاة ولا صندوق التبرعات أو يعطوه للفقراء والمساكين ونعلمهم الحكمة من ذلك. نحرص على أنه نقرأ القرآن الكريم ولكن نحرص أيضا على أن يكون قراءة القرآن الكريم داخل الأسرة. نحرص على صلاة الجماعة ولكن أيضا نحرص معها على نوافل في البيت مع الأسرة حتى نعلم وأبنائنا القرب من الله سبحانه وتعالى بتلك الصلوات ولا تكون بيوتنا قبورا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذه العبادات وكل هذه الطاعات حينما تكون في شكل جماعي فإنها تطرد الشيطان من داخل بيوتنا والعياذ بالله. يعني واحد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دخل بابه فذكر الله وسلم وش تقول الشياطين لا مبيت لكم في هذا البيت ما عندكمش خلاص رأوا سمى الله عز وجل وسلم على أهله. بينما إذا دخل فلم يسلم ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في بيته تتداعى الشياطين يعيطوا بعضهم بعض عندكم المبيت راكم معروضين وعندكم الطعام وأكثر من هذا عندكم تستطيعون أن تفتنوا بين أفراد هذه الأسرة فتكون المشاكل والعياذ بالله. حينما يذكر الرجل الله عز وجل على بابه ويسلم على أهله ويكون في بيته ذاكرا لله عز وجل مجتمعا بأسرته احنا للأسف الشديد في زماننا هذا هذه وسائل التواصل رغم أنها قربت لنا البعيد إلا أنها أبعدت عنا أقرب الناس إلينا وصار كل إنسان له منزوي عن نفسه. إذا كان استسمحك نعم. أستاذ فقط لأنه سيرفع على ما سمعنا مشاهدين أذان صلاة العصر لمدينة الجزائر وما جاورها من مدن فلنستمع لصوت الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. تقبل الله صلاة الجميع مشاهدين بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل دائماً مباشرة من قناة القرآن الكريم من برنامج مفاتيح في موضوع الهجرة النبوية الشريفة ووقفة مع الذات ووقفة مع النفس. أستاذ محمد زغداني، كنا نتحدث عن دور العائلة ودور الأسرة وإشراكها في مسألة التوحيد. نعم، ولعله ربما الخلاصة من ما ذكرنا هو أن تكون الأسرة عابدة لله عز وجل. الإنسان لا يكتفي بالصلاح لنفسه، وهذا نعم مطلوب أن يكون صالح، ولكن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. معناها ما يكتفيش بنفسه لكن أسرتك ككل. ثم هذه الأدوار التي أعطاها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأبنائه وهم صغار، تعلمنا أنه لابد أن نشرك أبناءنا في متطلبات، لا أقول متطلبات الدين فقط، حتى متطلبات الدنيا. معناها كي نشاورهم في مسائل تتعلق بحياة الأسرة، تتعلق بربما مشتريات، مقتنيات، سفريات، أشياء تتعلق بالأسرة ككل، نجاحات، ماذا نفعل بعد النجاح، ما هي المادة اللي يكون فيها نسجل فيها الأخ ولا الأخت بعد نجاحه في البكالوريا وغيرها من الأشياء، أمور دنيوية. نعم، أمور دنيوية وأمور دينية في آن واحد، هذه تجعل من أبنائك يكبرون. إحنا للأسف الشديد أبنائنا الآن ينضجون أستاذ. نعم ينضجون. نعم، والنضج مطلوب، لأنه ما يسميه علماء الاجتماع بلاسيستانا. نعم، معناها راه دائما كاين فيه، لو كانت مرافقة لكانت هينة، إنما نؤدي الأدوار بدل أبنائنا فنتسبب في أننا نحن نكسر أيديهم. تلقاه ما يعرف ولا شيء، لا يعرف يروح للمحل التجاري ولا لسوق ولا يقضي شيء ولا حتى يتنقل من مكان إلى مكان، يخاف الخروج من البيت وهو صحيح المعول عليه أن يكون رجل الغد. البنت لا تتعلم متطلبات الحياة بشكل عام، والأم هي التي تؤدي الدور في كل شيء. فهذا يعني هي دعوة من أجل أن نشرك أبناءنا في أمور الدين حتى نكون أسرة عابدة لله عز وجل من ناحية، وفي أمور الدنيا حتى نساهم في نضج أبنائنا ولا يكونوا عالة على غيرهم أو عالة علينا. يعني للأسف الشديد احنا حينما مثلا نتحدث عن الطلاق الذي هو ظاهرة وأصبح كثير، من بين أسبابه أنه الابن أو البنت بعد الزواج لا تحسن التصرف في بيتها لأنها لم تتعلم ذلك في أسرتها، متعلمة أو متعودة أنه الأم هي التي تقوم بكل شيء، وهو متعود أنه الأب يقوم بكل شيء، فما تكونش عنده روح المسؤولية ولا القدرة على المبادرة ولا القدرة على حل المشكلات. عند أدنى مشكلة تحدث بين الزوجين يقع الفراق والانفصال والعياذ بالله، والمطلوب هو أن يتكيفوا
كيف يتكيفون؟ أن يتعلموا. أنت تعلم وليدك وتعلم بنتك ويتعلمون من خلال الأسرة، ومشكلات الأسرة تحل داخل الأسرة أمام الأبناء. يعني البعض يقول لك ما لازمش تظهر باللي كاين خلافات بين الزوجين، ولازم الزوجين يبانوا باللي راهم متفقين على كل شيء داخل الأسرة. لا، هذا من الأخطاء. موجودة مشاكل داخل كل أسرة وهو شيء طبيعي جدا، ولكن كيف نحل تلك المشاكل؟ كيف نضعها على طاولة التشريح كما يقال، ونصل إلى الحلول التي تحفظ هذه الأسرة، ويتعلم أبنائنا من خلال ذلك؟ لا أقول هذا في سن مبكرة، لكن على الأقل في سن متقدمة في مشاورة الأبناء والبنات في القضايا المصيرية في الأسرة، فهذا كله يؤهل أسرنا إلى أن تكون مستقرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك أستاذنا أستاذ يحيى صاري. تغيير قصد التحسين، البدايات الجديدة، هل هي موسمية؟ هل كل عام هجري جديد ننطلق من جديد، أم أنها لابد أن تكون بين فترة وأخرى، محاسبة للذات، محاسبة للنفس؟ أستاذ، نعم، إذا رجعنا إلى هذا الدين العظيم نجد أن الإسلام يعني جعل لنا المناسبات الزمنية اليومية أسبوعية سنوية ترافقنا دائما كمحطات للتغيير. بارك الله فيك. فعندنا مثلا الصلوات الخمس، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي ناهية يومية، ناهية يومية، فهي محطة يومية لتنهى هذا المصلي عن الفحشاء والمنكر. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر، رأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى عليه من دارا؟ قالوا لا يا رسول الله. فجعل الصلاة اليوم مرتبط أيضا بهذه الصلوات، محطات للتغيير، محطات لإصلاح النفس، محطات للتوبة، محطات يعني للأوبة إلى الله عز وجل. هذه الصلوات الخمس المفروضة، وهناك أيضا أمور أوقات أخرى اللي هي مندوبة كالضحى، الثلث الآخر من الليل ونحو ذلك من الأوقات والمناسبات اليومية التي جعلها الله تعالى كمحطات يومية. عندنا الجمعة هي محطة أسبوعية يلتقي فيها المسلمون بشكل آخر وجديد، ويضاف إلى الصلاة، يضاف إليها الموعظة، وأوجبها الله تبارك وتعالى وجعلها واجبة، وهذا لسماع الذكر. والذكر المقصود به وشنو الذكر هو؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعندنا شهر رمضان، ورمضان فيه أيضا حتى هو شهر رمضان فيه نفسه محطات، فآخر رمضان ليس كأوله، وليلة القدر ليست كعشر الأواخر كلها، وعندنا موسم الحج، وعندنا الشهر الله المحرم اللي رانا نعيش فيها الأيام مباركة، وعندنا عاشوراء، وعندنا الشهور الحرم. كل هذا لو كان نبداو نحطوا نكتبوا بالقلم ما هي المحطات اللي المسلم ينزل فيها لي ياخذ من نفحات الله تبارك وتعالى، ليغير نفسه، ليتذكر، نجدها كثيره. اذا نحن اهل الاسلام اسعد الناس، اسعد الامم، اسعد البشريه بالعام كله. ما كانش واحد يعني اسعد بايام السنه وبساعات العام مثل المسلمين، فهي لا تمر علينا مجرد 24 ساعه او شهر او سنه، لان الشان ليس ان نقول احنا رانا في عام 1445، فهذا يعيشه الناس جميعا. نعم، ليس الشان قرونا في عام 2023 ولا في 24 ولا في 25، انما الشان هو هذه الايام والسنوات والشهور ماذا فعلنا فيها؟ هذا ما كان، هذا هو الأمر. السؤال المطروح، الإنسان ليس بعمره وإنما الإنسان بعمله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في حديث كثيرة والقرآن الكريم على ذلك الرجل الذي مات ثم عاش صاحبه من بعده فقال هذا، أليس هذا قد صام رمضان؟ يعني هو مات، صاحبه مات، والآخر زاد بعده عام وصام رمضان، أليس هذا قد صام رمضان؟ أليس هذا قد صلى؟ أليس هذا كان، نعم، الآخر كان شهيد. بارك الله فيك. ولهذا الشأن في هذه السنوات والأعوام والدقائق واللحظات ماذا قدمنا فيها؟ لأن الله سبحانه وتعالى راح يحسبنا على الأعمال، ماشي يحسبنا شحال نعيشه كم نعيش.
لا، ليس هذا المقصود. ربما يعيش وأعمار هذه الأمة قصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70، ولكن الله تعالى جعل لنا المناسبات يعطينا من الأجور ما لم يتحقق للأمم السابقة اللي كانوا يعيشوا القرون. فمثلا ليلة القدر، إن ليلة القدر خير من 1000 شهر، الصيام في شهر المحرم خير من الصيام في سائر السنوات، الصلوات الخمس كفارة لما بينهما، الجمعة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة، الحج يرجع كيوم ولدته أمه، ونحو ذلك من الأعمال الصالحات. فنحن المسلمين ما نتعاملوش مع الزمن كعامل مادي حسي يقطع فقط من أعمارنا، نتنافس فيه فقط في أمور الدنيا والحياة المادية، وإنما الزمن هو مناط السعادة نتاعنا ولا الشقاء نتاعنا الأخروي. هكذا هو الزمن. لهذا الله تعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلما أقسم بالزمن أو الدهر أو عمر الإنسان إنما أقسم به لما ينبغي أن يكون في هذا المرحلة الزمنية من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فمن لم يستعمل الزمن هذا اللي هو العصر أو الدهر يستعمله في هذه المنجيات الأربعة فهو في خسر، حتى ولو عاش 10 قرون، هو عاش 10 قرون. فلا يعرف العبرة ليست بذلك، إنما الإنسان بما قدم بما عامل، كما يسميها أستاذنا الشيخ محمد صالح الصديق حفظه الله يسميها الولادة الثانية. الإنسان قل كل إنسان له ولادة البيولوجية ليشارك فيها جميع الخلق، والولادة الثانية هي من اللحظة التي يبدأ يعمل فيها الصالحات. من اللحظة التي يبدأ فيها عمل الصالحات هي الولادة الحقيقية للإنسان، هي الولادة الحقيقية للإنسان. وكتب في ذلك كتابا سماه الولادة الثانية، وهو من الكتب الجميلة الرائعة التي تتكلم عما ينبغي إنسان يعيشه. فيقولوا ولد فلان ولد مرات كثيرة، لما كتب ذلك الكتاب، لما أنجز ذلك العمل، لما أسلم على يديه العدد الكثير من الناس، لما عمل من تلك الصالحات وعمل من تلك الأعمال، فيولد ولادات جديدة. فالإنسان الزمن هو مناط ودائرة الصلاح الخسر أو الربح. فمن حسب الزمن حسبه فقط بالدقيقة والثانية من أجل أن يعيش فقط فهذا في خسر. أما من حسب الزمن في العمل الصالح فالله تعالى قد أوجد لنا وشرع لنا ليس فقط محطات للعمل الصالح، بل محطات يضاعف لنا فيها ماذا؟ الأجور والحسنات، يضاعف فيها الأجور والحسنات، فكأنها أسواق الآخرة. سبحان الله. نعم، أسواق الآخرة، ولكن أسواق غير خاسرة، أسواق مربحة، أسواق الأجور فيها مضاعفة. وهذا لأن الله يعلم ضعفنا، يعلم كثرة ذنوبنا، يعلم عز وجل تقصيرنا، ويعلم قصر أعمارنا. وش أعطانا؟ أعطانا هذه المناسبات من أجل أن يغفر لنا، ومن أجل أن يضاعف لنا الأجور ونقترب منه. هذا هو. فشهر الله المحرم اللي نعيش فيه اللي هو بداية العام الهجري هو ليس مجرد بداية سنة، بل الله تعالى يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين عز وجل مش يستقبلوا عام، أنا استقبلنا عام وزيد العام استقبلوا عام واستقبلوا عام، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين عز وجل نعم أنه ما تظلموش روحكم. وعجيب القرآن يقول ما تظلموش روحكم، والإنسان لا يظلم نفسه. هذا هو الإنسان حياته كامل ويجتنب أن يظلم فضلا أن يظلم نفسه. ولكن الله تعالى قال فلا تظلموا أنفسكم، باش يكرهن المعصية،
باش يكرهنا المعصية، باش يكرهنا الاعتداء على حدود الله. والمعلوم أن الشهر الحرم حرم الله فيها القتال، حرم فيها الدماء، فجعل الاعتداء على الآخر ما هو ظلم للنفس حتى يكرهها. والله تعالى يبغض لأنفسنا الاعتداء على الآخر، كما قال ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم، معنى اللمزة يكون للآخر. فجعل الله تعالى أن الذي يلمز الآخر فقد لمز نفسه، ومن سب الآخر فقد سب نفسه والعياذ بالله، ومن ظلم الآخر فقد ظلم نفسه. لهذا الشهور الأيام السنوات كلها هي محطات أسواق للآخرة. الله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الجمعة. حاجة الأولى أطيعوا الله تعالى، روحوا صليوا الجمعة، كي كملوا الجمعة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وبعد روح اشريوا. فهذا هو هذاك الزمن، ما روش تاع تجارة، الزمن هذاك ما روش تاع السوق، هذاك الزمن الوقت تاع الجمعة هو وقت لله تبارك وتعالى. هذا هو الأوقات والأزمنة في الإسلام، هكذا هي أسواق للآخرة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك على كل ما تفضلت في هذا البلاطو، إطلالة مميزة اليوم شيخنا محمد زغداني، بارك الله فيك على الحضور، بارك الله فيك على ما قدمته للمشاهد الكريم، شكرا لك. إذا المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، أتمنى للجميع، نسأل الله عز وجل عاما هجريا جديدا مباركا بكل خير، بكل خير للأمة الإسلامية جمعاء وللشعب الجزائري. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم.